بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. ما زالت الأحداث تتوالى بعد ما قلنا لحضراتكم امبارح، كان كلام مهم جدا اتكلمته مع حضراتكم امبارح، ومعلش خلوني أفكر حضراتكم ماذا قلنا في كان 2019. لما بدأت مع حضراتكم قلت إن عندما يطلب النادي الأهلي شيء أو عندما يريد النادي الأهلي أن يحقق شيء فهو يرى دائما المصلحة العامة للبلد أو المصلحة العامة للكرة المصرية. النادي الأهلي دائما لا يدخل في صدام مع أحد، ولا لأن النادي الأهلي في حتة وبقية من وجهة نظرنا كلنا كأهلوية النادي الأهلي ده في مكان وبقية الأندية أو بقية الاتحادات الأخرى في أماكن أخرى. وبالتالي لما النادي الأهلي يطلب أن الدوري ينتهي قبل بداية كأس الأمم الأفريقية ده شيء طبيعي جدا جدا جدا، وكان من المهم أن ينتهي الدوري قبل بداية كأس الأمم الأفريقية. وقلت لحضراتكم أربع أو خمس، مش أنا اللي قلت لحضراتكم، كمان المستشار القانوني المستشار محمد عثمان كلم مع حضراتكم امبارح هنا من خلال كان 2019، وقال لحضراتكم وعدد لحضراتكم كوارث التي ستحدث لو لم يتم تنفيذ طلب النادي الأهلي، وهو بالفعل لم يتم تنفيذه. وبالتالي كل الكوارث اللي قالها النادي الأهلي إن هي ستؤثر بشكل سلبي على كرة القدم المصرية وعلى النادي الأهلي وعلى كل الأندية التي تشارك في البطولة الأفريقية هو اللي حصل دلوقتي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن امبارح اتبعت جواب للاتحاد المصري لكرة القدم بيرفض فيه مد القيد الاستثنائي للاعبين الجدد لغاية يوم 5/8، والنادي الأهلي كان يضع آمالا على هذا الموضوع ولكن تم رفض هذا الموضوع. خلوني أقول لحضراتكم بس وأفرق لحضراتكم ما بين بعض الأمور، ولكن قبل بس ما أفرق لحضراتكم عايز أقول